الموقف الثالث ومش هتكلم فيه لان الموقف بيتكلم عن نفسه. الست المصريه، تعالوا نشوف الست المصريه الصعيديه الاصيله وهي بتتكلم من قلبها مع الرئيس. ازاي؟ قالت انا مش عايزه اي حاجه، انا عايزه استعيد ادميتي، عايزه استعيد ان انا اعيش بني ادمه. نشوف الست وبعد كده نرجع نتكلم. هنا هي الحقيقه مثال لكل ست مصريه نحب، يعني كل ام، احنا كلنا حسنا اكيد انها ام كل واحد فينا. نتفرج على البيت. اشربي ميه. اتبهدلت يا ريس. لا اشربي ميه. قالوا لي هيضربوكي بالنار، قلت لهم لا، السيسي مش بيضرب الشعب بالنار. عمر السيسي ما يضرب اهله بالنار. صح ما ضرب، دخلني في حضنه ما ضربنيش بالنار. كان قادر يضربني من الوحده الارهابيه. ازاي؟ الله عليك، ربنا يطول عمرك ويرزقك ويرزقك يا رب. تسلم ايديك. انا جيت هنا عشان كلهم يعرفوا اني انا مش كذاب، وكل وزاره الصحه كذاب. السيد المحافظ واقف، ما يعرفش لو وقف، لكن مفهمينه صوره ثانيه خالص. وده راجل غريب مش من البلد، ما يعرفش حاجه عنه. اللي بيفهموه له هو اللي بالنسبه له صح. لما رحت له قال الناس اتحولت نيابه، والست دي لازم تسافر قبل ما دراعها يوصل لمرحله البتر، ما تاخرش. هم اللي بهدلوني، هم اللي بطلوني، وانا والله ما عايزه ولا حاجه، اقسم بالله العظيم، لا علاج ولا فلوس. ربنا يبارك فيك. حقي بس. حاضر. عاوزه ابقى بني ادمه. حاضر. عيالي يبقوا فخورين بيا. حاضر. العيله. بالشرف. طبعا برضه الشرف يا رب. طيب طبعا. ده انت اول رئيس تحافظ على شرف المراه المصريه. عشان كده انا قلت لو هموت برصاصه لك ما اجاملك. كان ليا الشرف فيك. لا. أنا ليه شرف؟ لا، أنت اللي شرفتنا، أنت اللي شرفتنا، وخلي الناس دي كلها تعرف. الناس هنا غلابة. صحيح. غلابة. صحيح. بص، يقولوا الزيت والسكر بس ملهيين، بس بيحبوك. يمكن في اللي بره بيجي عاوز يقول كلام وحش يكرش نفسه، بس قلب المؤمن تاني. ربنا يحفظك. وكفاياك عشان ما تتعطلش على المصالح. عشان ما تتعطلش. فين اللي أنا عايز الورقة منين؟ أنا الورقة اديته في نادي الجيش هناك، خدوه مني في نادي الجيش. شوفوا. حاضر. السلام عليكم. مع السلامه. موقف بيتكلم عن نفسه، مش محتاج بقى، لكن انا هقول كلمه واحده، معلش مش هطول عليكم اكتر من كده، لكن البني ادم وما يحدش يزعل مني اللي الموقف ده ما يهزوش، اعتقد ان هو محتاج يراجع نفسه، لان ده موقف انساني يعني. ولا اللي بيقول لك بقى اصل ده مترتب واصل والافلام العربي اللي احنا بنشوفها دي، لا، محتاج ان هو يقف واقفه مع نفسه، لان ده موقف انساني ما ينفعش ما يلمس اي حد فينا، ما ينفعش يعني. الست الصعيديه الاصيله، الراجل الوتد، وهي بتقول للريس انا عندي ولدين عايزين يدخلوا الجيش، عايزين يتطوعوا، هم دول رجالتنا، هم دول رجاله الصعيد. ومدى الحميميه، انا مش هتكلم عشان موقف انتوا كلكم شفتوه وكلنا حسنا بيه. طيب مره ثانيه يعني طاقه ايجابيه، انا عندي طاقه ايجابيه شديده جدا، عندي امل في بكره، وان بكره ان شاء الله مصر زي ما قال الرئيس وزي ما احنا كلنا بنقول، بس احنا لازم نؤمن بده، ان مصر هتبقى افضل بكتير قوي قوي.